هذا استعد البنيان هايبرتنشن بالكيدني. اول شيء لازم نعرف انه هذا الاستعد كيدني ندور على الجلوميرولاي رينال جلوميرولاي والتيوبولز. بس نشوف هسه هنا كلها موجوده على اللو باور، بسوي زوم عليها. شوف هسه هنا هاي الجلوميرولاي ورينال تيوبولز تكون انتاكت ما بها اي مشكله. ندور هنا على هذا البلد فيسل بهاي رين ديبوزيشن على بالوول فصاير ثيكنينج. صار هنا ندور على الرينال تيوبولز نشوف بها كاست، مو كلها قسم من عندنا انه هو مو ديفيوز. فنشوف هنا اكو هاي النقطة الحمراء هنا سوي جمال. هاي البروتينيشس ماتيريال هنا يكون داخل الرينال تيوبول يسموه الكاست. بس سمر على السريع هذا سلايد بناها بارتنشب بالكدني. نشوف اكو هنا الرينال تيوبولز والرينال جلوميرولاي وندور نلقى هنا هاي نايز بلد فيسل هاي اللي موجود بالوال مالته. ونشوف اكو هنا الرينال تيوبول بها بروتينيشس كاست. هذا سلايد الفايرال مايوكاردايتس بالهارت. نشوف اكو هنا السبيسز بتوين ذا فايبرز تكون يعني المسافه تكون بها انكريست. يعني نشوف هنا انكريس ان انترستيشال سبيس بتوين فايبرز. نشوفك هنا مثلا بالضبط هنا اكو فايبر بعدين انترستيشال سبيس كبير بعدين فايبر ثاني. اذا نسوي زوم على واحد من ذوي الفايبرز هنا تكون اوضح. هنا الفايبرز تكون اوضح بهوايه. نسوي زوم عليها. شوف مثلا هسه هذا الانترستيشال سبيس بين الفايبرز يحتوي على مونو نوكليار سيلز يعني بريدومينتلي لينفوسايت وماكروفاجز. نسوي بعد زوم. هاي بالضبط هنا هاي مال نوكليير لينفوسايت. نشوف اكو المايكارديوم المسلز مالتها يعني سترايشنز موجوده. ونشوف يعني حتى النوكليس موجوده مثل هسه هنا سترايشنز بالضبط هنا اكو نوكليس.